اليوم هو المؤتمر الصحفي الأول لفريق الإعلام الحكومي في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء. اليوم راح نتناول واحد من أهم الملفات الحكومية المدرجة ضمن أولويات الحكومة بالبرنامج الحكومي، وهذا الملف هو ملف الأبنية المدرسية بصورة عامة الذي يحظى باهتمام مباشر واستثنائي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. تعرفون حضراتكم العراق خلال السنوات الماضية يعاني من نقص حاد في الأبنية المدرسية، هنالك مدارس كرفانية وطينية، مدارس آيلة للسقوط، ومدارس تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي، أكو صفوف بها 80 و90 طالب، هي ساعتها 20-30. هذا بالتأكيد ينعكس سلبا على الأداء التعليمي والفهمي للطالب، وأيضا ينعكس سلبا على الأداء للكوادر التعليمية والتدريسية. الآن احنا عندنا بالعراق مشاريع كبيرة وضخمة تخص الأبنية المدرسية، هنالك تعمل بالتوازي مشروع الأبنية المدرسية النموذجية ضمن الاتفاق الإطاري العراقي الصيني، عندنا مشاريع لوزارة التربية، عندنا مشاريع الوزارة رقم واحد المتلكي، وأيضا هذا راح يتحدث عنه السيد كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية، وأيضا عندنا مشاريع تنمية الأقاليم في محافظة بغداد، ايضا راح يتحدث عن المهندس حيدر كريم، هو مدير الهندسيه في محافظه بغداد. نتحدث اولا عن مشروع الابنيه المدرسيه النموذجيه. هذا هو المشروع الاول الذي ينفذ ضمن الاتفاق الاطاري بين العراق والصين، تشرف عليه الامانه العامه لمجلس الوزراء. المرحله الاولى من المشروع هي ضمنت انشاء 1000 مدرسه موزعه على المحافظات بحسب 3 معايير وضعتها اللجنة العليا لبناء المدارس، وهي الكثافة السكانية لكل محافظة والمدارس الكرفانية والطينية، وكذلك المدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي. بداية المشروع كان هنالك تهيئة قطع الأراضي، حقيقة واجهنا بعض الصعوبات بسبب أنه مساحات الأبنية المدرسية تختلف جذريا عن المساحات المدارس التقليدية، ضعف 2500 إلى 3000 متر مربع، لكن كان هنالك جهد استثنائي من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بالأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومات المحلية ومديريات التربية بالمحافظات. المرحلة اللي بعدها كان موضوع التصاميم. احنا عفوا التصاميم هي ايش كانت قبل الجسم؟ التصاميم هي لأول مرة تستخدم في العراق من ناحية الأشكال الهندسية، من ناحية البناء، من ناحية حتى المواد المستخدمة في البناء. أشرف عليها وأنشأها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان. النماذج هي 4 نماذج بـ3 ساعات، 12 و18 و24 صف، 12 صف للابتدائية و18 متوسطة و24 للإعدادية. المدارس تختلف شكلها جذرياً، أكيد أكثركم اطلع عليها، تحتوي على 4 أو 5 قاعات إضافية للدراسة الإلكترونية والمختبرية وقاعة للاجتماعات وللمكتبة. وزعت هذه الألف وأحيلت إلى شركتين صينيتين. مراحل العمل الآن تسير بوتيرة عالية، هنالك متابعة مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتأكيد بالتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء. عندنا مهندس ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكل محافظة، وعندنا دائرة المهندس المقيم في كل محافظة من دائرتي المباني والأشغال في وزارة الإعمار والإسكان، وكذلك يعني صار توزيع كل 3-4 مدارس على مهندس مقيم. أيضا اجتماعات مكثفة مع الشركات الصينية في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع ممثلي الأمانة العامة، مع التنسيق طبعا مباشر مع وزارة التربية باعتبار ممثلهم هم يعملون في المحافظات. الاجتماعات هي تدار بإشراف ورئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء. أيضا هنالك زيارات ميدانية من قبل فرق هندسية وفنية وإدارية إلى جميع المواقع بصورة دورية. قبل يومين عدنا من 4 محافظات، كنا في كركوك وديالة وصلاح الدين والبصرة، اليوم عندنا فريق أيضا راح يطلع إلى بابل وكربلاء والنجف، كل هذا لمتابعة العمل. العمل يسير بوتيرة عالية، لا توجد هنالك تلكؤات تذكر بحجم يعني تلكؤ، بعض الأمور البسيطة اللي تحدث لكن نتجاوزها أكيد.
المشروع يمشي يسير بالتوازي مع الخطة المرسومة، بل هنالك يعني نسب إنجاز تفوق المخطط. لغاية الآن عندنا 30 مدرسة أنجزت من هذا المشروع، في البصرة 12، في الديوانية 6، وفي بغداد 5، وفي كربلاء واسط ميسان بابل 1 في كل مدرسة. بقية المواقع تقريبا نسب إنجاز متقدمة، هي متفاوتة فيما بين موقع وآخر بسبب الفترات الزمنية لتسليم المواقع، لكن بحدود 60 إلى 70% من هذه الأبنية هي الآن انتهت الهياكل الخارجية، والآن تحول إلى مرحلة الإنهاءات الداخلية. بحلول العام المقبل إن شاء الله احنا حسب المخطط 128 مدرسة راح تكون كاملة، وبدءا من النصف الأول للسنة القادمة راح تكون عملية يعني تشرف على انتهاء هذا المشروع. احنا عندنا ألف هذه راح تدخل بالخدمة. المشروع حيوي ومهم جدا، راح يدعم البنى التحتية للقطاع التربوي، وزارة التربية تحتاج إلى هذه الأبنية المدرسية. أيضا راح يحد من ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي، راح ننهي ظاهرة المدارس الكرفانية والطينية. كل هذا المشروع هو يصب في مصلحة تلاميذنا الأعزاء، وهذا المشروع لأبنائنا وأحفادنا، أبنائكم وأحفادكم أكيد. الأشكال الخاصة بالمدارس بالتأكيد هذه تحتاج إلى تكاتف وجهد وطني، سواء من وزارة التربية ومديرياتها بالمحافظات، إدارات المدارس. الثقل الأكبر على أولياء الأمور أنه شلون نحافظ على هذه البناية. احنا مو فقط راح نسوي بناية حلوة ونفتتحها ويقعد بها الطالب يدرس، لا، احنا شلون نحافظ عليها. تعرفون أنه هذه تتعرض إلى تهالك في يعني مستقبلا بالاستخدام. ضروري أنه نحافظ على هذه الأبنية، راح تكون تاريخ لنا. بالتأكيد هذا المشروع بالتوازي مع مشروعي وزارة التربية ومحافظة بغداد سنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وراح يكون طالبنا مرتاح يقعد في القاعة الدراسية بدون مضايقة، بدون يعني الصف يسع 25 25، خلاص مو 60 ولا 70 ولا 80. إن شاء الله هذا المشروع راح ينتهي. إحنا عندنا المرحلة الثانية هي 3000، الآن يعني تنسيق الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستمر مع الدوائر التربية في المحافظات وأيضا الحكومات المحلية لغرض تهيئة قطاع الأراضي. شكرا جزيلا. الآن الأستاذ كريم السيد يتفضل يتحدث عن مشروع التربية. شكرا جزيلا أستاذ حجر. ابتداء نرحب بالزملاء والأصدقاء، نرحب بكم أيضا في مبنى وزارة التربية، أهلا وسهلا بكم. اليوم صراحة نتحدث عن واحد من أهم الملفات في وزارة التربية، بل يعني هو الملف الأول الآن الذي تعمل عليه الوزارة منذ يعني بدء يعني أعمالها، سواء مع الحكومة العراقية أو التخطيط بشكل عام. تحدث أستاذ حيدر عن أهمية هذا الملف وعن جدوى باعتباره واحد من أهم الملفات التي يبنى عليها كل العمل التربوي. احنا طبعا نعول على يعني مو كل مدرسة جديدة تدخل الخدمة، بل كل صف جديد يدخل الخدمة، باعتبار أنه لدينا زاويتين للنظر بهذا الجانب. الزاوية الأولى هي زاوية نقص المدارس. احنا عندنا بحدود 8000 مدرسة نقص، إذا ما أردنا النظر إلى كل إدارة مدرسية تكون لها بناية مستقلة. وعندنا زاوية ثانية اللي هي زاوية الاكتظاظ، يعني الحديث عن 50 طالب و60 طالب بالصف الواحد. إذا ما أضفنا صف آخر بالتالي راح يكون عندنا صف مثالي مثلا بال25 طالب. ومعنى هذا أنه كل صف يدخل وكل مدرسة تدخل الخدمة هي حل حقيقي ل يعني هذا التحدي الكبير. هذه الحكومة بصراحة يعني أثبتت جديتها بمتابعة هذا الملف حينما وضعته على رأس الأولويات. لا يمكن الحديث عن عملية تربوية بمستوى أعلى وبمستوى أفضل ما لم تعالج مشاكلها الحقيقية، لأنه المعلم في داخل الصف الواحد إذا ما كان عنده عدد كبير من التلاميذ لا يمكن أن يعني يؤدي درسه بشكل جيد، فضلا عن تقسيم الوقت وتوزيعه، فضلا عن البنية التحتية التي يتواجد فيها الطالب، سواء على مستوى حمايته بشكل عام أو على مستوى مستلزماته. لذلك هذا الملف هو أولوية وزارة التربية، وأطلقت وزارة التربية على هذا العام عام الأبنية المدرسية.
يعني احنا رافعين شعار عام 23 هو عام الأبنية المدرسية. العمل بهذا الجانب كما أكدنا أنه إلى زاويتين، معالجة النقص وكذلك معالجة الاكتظاظ عبر المشاريع المتنوعة، وأهمها طبعا هو مشروع العقد الصيني أو مشروع المدارس النموذجية، إضافة إلى مشاريع تنمية الأقاليم سواء في محافظة بغداد بمديريات الستة أو المديريات العامة الأخرى، إضافة إلى تفعيل مشروع الوزارة رقم واحد، وهو واحد المشاريع المتلكئة اللي بكل أسف يعني تسبب، لم يكن المشكلة فقط بل أضاف مشكلة فوق المشكلة. بالتالي هذه الحكومة عالجت هذا الملف، وهذه الوزارة عالجت هذا الموضوع بالتحديد، وأحيت العمل بمشروع الوزارة رقم واحد، فضلا عن ما وضع البرنامج الحكومي من استهداف ترميم أكثر من 2000 مدرسة، باعتبار أنه البنى التحتية عندنا بها مشاكل كبيرة جدا. قد يكون يعني إحنا ممكن عندنا صف، إلا أنه لا تتوفر المستلزمات الأساسية اللي هي الصحيات أو أجنحة الإدارات، يعني بالتالي كان العمل على جانب التأهيل والترميم بحدود يعني أكثر من 2000 مدرسة، لغاية اليوم أنجزنا بحدود 1800 أكملناهم بشكل كامل، ومنتظرين إن شاء الله بعد نصف السنة أو بعد نهاية هذا العام ونصف السنة إن شاء الله ندخل على ونكمل 2000، إضافة إلى دخول مدارس جديدة إلى الخدمة، أكثر من 400 مدرسة دخلت إلى الخدمة، مع طبعا يعني بحدود 258 إضافة صفوف وقاعات وكذلك صحيات جديدة. وكما أكدنا أن هذه الأرقام اللي تسمعوها الآن هي أرقام فيها حلول حقيقية، يعني الآن الفارق كبير جدا في كل مدرسة نزورها. احنا شكلنا فريق إعلامي في وزارة التربية فضلا عن الفرق الفنية الأخرى لتغطية المشاريع ولرصد عجلة الأبنية المدرسية كيف تسير. هناك بالفعل لدينا مدارس مبهرة تدخل الخدمة، لدينا جهود كبيرة جدا تبذل بهذا الجانب. الأهم من هذا أنه هذا العام اللي هو عام الأبنية المدرسية كان عاما تأسيسيا، يعني احنا أسسنا الآن إلى فكرة مواجهة هذا التحدي. العام القادم إن شاء الله اللي هو عام 2024 سيكون يعني عام الحل الحقيقي، إذا ما سارت طبعا وتيرة المدارس النموذجية مع تنمية الأقاليم مع مشاريعنا مع الأفكار الجديدة التي تفكر بها وزارة التربية. أود أن أطلعكم أيضا على يعني جهود وزارة التربية بالتواصل مع جهات جديدة تريد وضع بصمة بهذا الملف المهم جدا، طبعا بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء، صندوق العراق للتنمية. كان هناك اجتماع بين معالي وزير التربية وكذلك الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، وتم الاتفاق على بناء أو إعداد خطة لبناء أكثر من 1000 مدرسة. كذلك هناك تواصل مع هيئة الاستثمار، إن شاء الله سيتم الاتفاق أو سيكون هناك اتفاق على بناء 1500 مدرسة، إضافة طبعا إلى 1000 مدرسة التي ننتظرها من مشروع المدارس النموذجية. يعني إحنا أزمتنا أو تحدينا إذا ما كان يتعلق ب 8000 خلال السنتين القادمة، من الممكن أن يكون هناك انفراج حقيقي بملف الأبنية المدرسية إذا ما سار يعني الأداء بهذا المستوى من الهمة والفاعلية والمتابعة. الوزارة إذا ما كانت لها بصمة في هذا العام فهي بصمة الأبنية المدرسية. اليوم في كل منطقة هناك عمل، في كل مدينة هناك عمل، في كل مدرسة هناك عمل. إذا ما كان طبعا يعني إذا ما كانت المدرسة تحتاج إلى ترميم، أو إذا ما كانت المدرسة تحتاج إلى صفوف أو عفوا إلى رحلات إلى سبورات. في هذا الجانب أيضا إحنا يعني أحيانا بعض الجهات تسلمنا المدرسة ولكن المدرسة تحتاج إلى أثاث، تحتاج إلى تجهيز، تحتاج إلى عمال خدمات، لأن أستاذ حيدر أيضا تحدث عن إدامة المدرسة. يعني إحنا قبل يومين كنا في مدرسة بمحافظة الأنبار، والله كانت مدرسة مبهرة، يعني مدرسة رائعة جدا. أول شيء قلت لي المدير المدرسة أنه الفكرة ليست باستلام هذه المدرسة بل بإدامة مستوى نظافتها ويعني قدرتها على أن تؤدي الوظيفة التربوية وهي بهذا الحال، لأنه أحيانا تسلم المدرسة ولكن للأسف بسبب نقص عمال الخدمات ونقص هذا الجهد قد يعني يترتب عليه أنه الصحيات
يصير بها مشاكل، قد تترتب عليه أنه الصفوف كذلك، يعني الجدران. إحنا الآن في موسم الشتاء وهناك طبعا تخريب قد يكون أو تشويه، لأنه إحنا نتعامل مع يعني فئة من الأطفال عندهم انفعالات، عندهم الوضع الخاص لهم. هذا الأرقام أخوان اللي ذكرتها هي حلول حقيقية في عام الأبنية المدرسية. وزارة التربية وضعت بصماتها الحقيقية. نشكر كل الجهات الداعمة، كل الجهات الساندة، ابتداء طبعا من سيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر، الذي يعني حللنا أيضا واحدة من أهم المشاكل اللي تتعلق طبعا باستملاك الأراضي، لأن لدينا نقص كبير باستملاك الأراضي. الوزارة في هذا العام خصصت أو حددت تقريبا بحدود 3000 قطعة ستكون إن شاء الله جاهزة لهذه المشاريع التي تحدثنا عنها قبل قليل بالنسبة للمانحين، حتى ما يجينا أو تجينا الجهة اللي تريد تبني ما راح تلقى قطعة أرض. الوزارة الآن تعمل بشكل كبير جدا على هذا الملف وعلى هذا الجانب. 3000 قطعة طبعا موزعة في عموم المحافظات العراقية، وهذه الأرقام أيضا التي نتحدث عنها هي في عموم المحافظات العراقية، ولدينا طبعا الأرقام التفصيلية إذا ما حضراتكم طلبتوا طبعا الأرقام التفصيلية لكل محافظة. بالعموم طبعا المنتظر إن شاء الله أنه بالفترة القادمة راح يكون هناك انفراج حقيقي بملف الأبنية المدرسية، وراح يكون ملف الأبنية المدرسية واحد من الملفات التي ستكون مؤثرة على سير الأداء التربوي. نأمل إن شاء الله أن تكون هذه المدارس الجديدة التي تضاف إلى الخدمة هي أمانة بيد كوادرنا وهيئاتنا التعليمية والتدريسية، فضلا عن طلبتنا. كذلك تعاون أولياء الأمور ضروري جدا بهذا الجانب. مجالس الآباء، المدرسة هي مصدر إشعاع فكري ومصدر تنوير بالنسبة لكل مدينة وكل منطقة. العراق معروف على المستوى أو على البعد التاريخي وعلى البعد الحضاري أنه بلد يقرأ ويكتب وبلد يعلم. معلم العراقي كان في يوم من الأيام هو من يعلم الدول العربية الأخرى. هذا الدور طبعا لا يمكن أن نتحدث عنه إذا لم تكن بنانا التحتية يعني بمستوى عالي جدا. هذه طبعا فرشة سريعة لأبرز الأرقام وكذلك المعطيات والمعلومات الخاصة بملف الأبنية المدرسية بالنسبة لوزارة التربية. نشكر طبعا مرة ثانية كل الجهات الداعمة، وإن شاء الله احنا متواصلين مع وسائل الإعلام في كل مستحدثات مع العام القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدث رئيس مهندسين أقدام حيدر كريم علي العبيدي، مدير قسم الهندسة محافظة بغداد. أود أنه أشكر حضوركم الكريم، وأنا ألخص الكلام عبر كلام هندسي بحت. محافظة بغداد أنجزت خلال الفترة المنصرمة من 2019 لغاية اليوم ما يقارب 300 مدرسة، إضافة إلى مجموعة من ملاحق المدارس. الملاحق اللي نتحدث عنها هي عبارة عن فصول دراسية، إضافة إلى قاعات، وإضافة إلى دورات مياه صحية. احنا عندنا مشكلة حقيقية في قلة توفر قطع الأراضي في محافظة بغداد. أنا أتكلم يعني بالتنسيق مع 6 مديريات، 3 في جانب الكرخ و3 في جانب الإصافة. عندي شحة فعلية في قطع الأراضي خاصة المناطق المكتظة. احنا نبدي إذا كنا نتكلم عن الكرخ الثالثة، فعندي منطقة سما الكاظمية إضافة إلى مركز كاظمية، وإذا نتحدث عن التربيات في جانب الإصافة ممكن أنه نتحدث عن العظمية، باب الشيخ، منطقة الفضل، المناطق القديمة من بغداد. عندي فعلا شحة في قطع الأراضي. إحنا بالتنسيق مع وزارة التربية الجهة القطاعية المختصة لقينا حلول لهذه الأمور. أن بعض المدارس المنشأة سابقا واللي تحوي على مساحات كبيرة، احنا المساحات التصميميه تتراوح من 2000 الى 2500 متر مربع، يعني حدود الدونم. ممكن اذا كانت عندنا مساحات اكبر من هذه المساحات التجأنا الى انه نقيم ملاحق لهذه المدارس تتكون من طابقين او 3 حتى نحل هذه الازمه. بالنسبه لاطراف بغداد، وهذا من ضمن اعمالنا، انا ما عندي اي مشكله فيها، لان اكو توفر في قطع الأراضي الموجودة. لذلك عندنا بعض المناطق في أطراف بغداد عندنا صار فائض في المدارس. يعني هسه إذا نتكلم على قضاء الزهور الحسينية عندنا فائض في المدارس. يعني أنا آخر تقرير جاني من قائم مقام يعني عنده اكتفاء صار بالمدارس. بعض الأمور اللي مهمة جدا
خاصة فيما يخص مشروع الوزارة رقم واحد اللي هو بعقدين، عقد 37 وعقد 38. كانت هناك مشاكل حقيقية خاصة في القطع التي لم يباشر بها. كان اكو اجتماع سيد المحافظ المحترم مع معالي وزير التربية في ديوان محافظة بغداد، وتحول الملف إلى محافظة بغداد. تم تسليمنا 117 قطعة أرض غير منشع عليها. قمنا بالإجراءات الأولية لها اللي هي عبارة عن تحليات تربة لغرض مطابقة التصميم الموجود، لأن يعني التصاميم الموجودة والمعدة هي من 2011، فلذلك التغيير في التصميم طلب أنه نسوي تحليات تربة جديدة حتى نصل إلى تصاميم جديدة. هذا بالنسبة لمشروع وزارة رقم واحد، هذا تعلق الأمر بمحافظة بغداد. بالنسبة للخطط الأخرى، كانت عندنا خطة الأمن الغذائي. الأمن الغذائي تم رصد مبلغ 175 مليار دينار عراقي إلى قطاع التربوي، لأن كان ضمن المنهاج الحكومي، ومن ضمن أولويات المنهاج الحكومي هو قطاعين، قطاع التربوي والصحي إضافة إلى قطاعات البنى التحتية. تم تخصيص مبلغ 175 مليار إلى قطاع ضمن هذا البرنامج، توزعت على التربيات الستة، فأخذت كل تربية الحصة مالتها، وأيضا وصلنا إلى أنه صار إنشاء 70 موقع مدرسة جديد. كملنا الإجراءات تحليات التربة إضافة إلى التصاميم، ورفعت إلى وزارة التخطيط وتم المصادقة عليها، وقسم بها في مرحلة الإعلان، وقسم فعلا أحيلت وبدأ العمل بها. هذا بالنسبة فيما يخص الأمن الغذائي. فيما يخص خطة 23، خطة 23 احنا صار عندنا أكثر من لقاء مع السادة مدراء عامين للتربيات المحترمين إضافة إلى مدير التخطيط التربوي، رفعوا لنا قطع أراضي موجودة، وإضافة إلى مدارس منشأة سابقا فكانت عملية الهدم والبناء. كملنا الخطة، ومحافظة بغداد ألقت المسؤولية تحليات التربة على عاتقها. تعاقدنا مع مكتب استشاري جامعة بغداد لغرض إجراء تحليات التربة، والآن تم إجراء 102 تحري تربة خلال فترة 20 يوم، وهذا أعتقد إنجاز، لينتدي يعني مناطق مترامية، إضافة إلى أنه بعض المواقع صعبة خاصة إذا كانت مدارس قديمة وبها هدم وبناء، يعني مناطق تصير صعبة جغرافيا في الدخول إليها. هذا من جانب. بالنسبة أوجه نداء هنا هم مخلص إلى أمانة بغداد. أمانة بغداد إذا كان عندها أي قطعة أرض موجودة تخصيصها تربوي وصحي أيضا كلمة اختصاصها، من الممكن أنه تفيدنا فيها حتى يتم إكمال الأعمال المنوطة بها، لأن يعني أكو مناطق في بغداد أكو بها مساحات، بس التخصيص القطاعي مالتها يجب أن يكون تخصيص تربوي. إحنا عندنا التزامات قانونية وتعليمات من قبل وزارة التخطيط العراقية، عندنا 14 شرط لازم أن تتوفر قبل أن يتم الإدراج. أكو بعض المعوقات وقدرنا نتجاوزها بعقد اجتماعات، وأيضاً كان هناك قرار من الأمانة العامة مجلس الوزراء، وأيضاً من مكتب السيد رئيس الوزراء، أنه شكو منشأ سابق على قطعة أرض ممكن أنه ننشئ بنفس جنس المنشأ، يعني إذا كان مستوصف يبقى مستوصف، وإذا مدرسة كان مستوصف حتى لو كانت السند موجود هو مو باسم التربية. احنا عندنا مشكلة انه من ضمن التعليمات انه السند لازم يكون تربوي او مسجل باسم وزارة التربية. اكو بعض القطع الاراضي اللي هي مملوكة الى وزارات اخرى، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة المالية. احنا اذا كانت منشأ سابق تجاوزنا هذه المعضلة، ويتم الانشاء على نفس المنشأ. هذه بصورة عامة تفصيلة بسيطة حول الموضوع. أنا أشكر حضوركم، وأشكر السادة أستاذ حيدر وأستاذ كريم السيد على الاستضافة، وإحنا مشروع الوزارة الاتفاقية الصينية إحنا داعمين عنده، وعندنا أيضا كان تواصل في البداية في تخصيص قطع الأراضي، وهم نفس المشكلة مالتهم يعانون أيضا قلت تخصيص الأراضي، وأيضا متواصلين مع التربيات الستة مدراء العامين المحترمين، وأيضا مدير التخطيط التربوي في هذا المجهول. أشكر حسن الإصغاء. شكرا جزيلا. أخوان عندكم شيء؟ السلام عليكم. السلام.
سجاد رعد مراسل قناة الأهلي الطبرية. يعني نظرا لزيادة الكثافة السكانية بالفترة الأخيرة، لا تزال هناك مدارس دينية في المحافظات، وأيضا في العاصمة بغداد هناك مدارس كهربانية. هل هناك خطة في داخل العاصمة بغداد؟ أوكي، يعني نعم في أطراف العاصمة توجد هناك مدارس مبنية، لكن في داخل العاصمة بغداد هل هناك خطة لبناء مدارس جديدة؟ أو اليوم الكثير من المدارس فيها نقص من الكوادر التدريسية والتعليمية، هل هناك يعني خطة لتوظيف مدرسين جدد يعني في من ضمن كوادر التربية؟ شكرا جزيلا لسؤال حضرتك أستاذ سجاد، حياك الله وحيا الزملاء في قناة العهد. سؤالك مهم طبعا جدا، يتعلق بمدارس الطينية والكرفانية. طبعا انحسار كبير جدا على مستوى يعني وجود هذه المدارس والأولوية. يعني الآن الأرقام اللي تحدثنا عنها وحتى كل المشاريع تستهدف بشكل أساسي تقليص أو الحد من هذه المدارس، يعني الأولوية والتخلص من هذه المدارس. يعني إذا ما المشروع إذا ما أراد من يعمل عليه أن يضع مدرسة فهو يضعها بجانب المدرسة الكرفانية تمهيدا لإنهائها. الأعداد طبعا في تناقص، لأن هذه الأرقام اللي ذكرناها الآن هي مؤشر على يعني كل مدرسة تدخل تكون بالقرب، بالتالي يعني تقل الأعداد. في هذا العام العام الدراسي يمكن للمرة الأولى انطلاق العام الدراسي وقرع الجرس من قبل وزير التربية ما كان في بغداد العاصمة، إنما كان في محافظة القادسية وفي إحدى القرى النائية ومن مدرسة كرفانية. من هناك طبعا أعلن السيد وزير التربية عن نية وزارة التربية الحقيقية للقضاء على هذا النوع من المدارس، اللي هي طبعا الآن يعني موجودة في مو في كل المحافظات، يعني مثلا في ذي قار، في بالقادسية عندنا، بصلاح الدين عندنا. المدارس الطينية كذلك أعدادها قلت بشكل كبير جدا، لأنه الحركة في حركة مستمرة، الأعداد تتغير بين فترة وأخرى. الكوادر التعليمية والتدريسية كذلك تتأثر. احنا يمكن في بداية الحديث قلنا بأنه كل ما موجود بالعملية التربوية يبنى على البنية التحتية ويبنى على البناء المدرسي، باعتبار أنه الصف الجديد يحتاج إلى معلم إضافي. بالتالي وزارة التربية نعم مع هذه الكوادر التي يعني عينت الآن، عندنا 50,000 درجة قادمة المفروض بعد الانتخابات إن شاء الله يعني تطلق، إضافة طبعا إلى تخصيصات الدرجات الوظيفية لبعض المحافظات. هذه الجهود جميعها طبعا تصب لرفض العملية التربوية، لأن هناك توسع كبير جدا. يعني قد ما عندنا مدارس تدخل جديدة تدخل إلى الخدمة، راح يقابلها زيادة بأعداد الهيئات التعليمية والتدريسية، إضافة إلى صح اليوم الوزارة يمكن أضيف إلها بحدود 400,000 عنصر شاب جديد. لكن مع هذا احنا في عملية دورية، طبعا بعض اخوتنا من التربويين يحالون الى التقاعد، الكثير منهم ربما لديهم ظروفهم الخاصة. كذلك الوزارة تحاول بشكل او باخر ان يعني تقوي ملف التعليم بالمدارس الحكومية حتى يكون متوازنا مع طبعا التعليم الأهلي، وبالتالي هذا يحتاج إلى كفاءة أكبر، يحتاج إلى دعم بالمؤسسات التربوية. لذلك النوايا حقيقية والخطط كذلك موجودة بهذا الجانب. شكرا جزيلا لسؤال حضرتك.